يسار فوق تحت، يمين يسار فوق تحت. يلا جيب دورة، برافو. يمين يسار، يمين يسار، فوق تحت فوق تحت، برافو. هاك اوبلا، يلا يمين يسار فوق تحت، يمين يسار، يمين يسار فوق تحت، برافو 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 برافو. ماشي تشوفوا سير، جيب دورة جيب دورة، برافو. يمين يسار، اوب اوب اوب. اهوا تذكر ديال الكانار شي جري على بيروش ما حاملوش، ما عرفتش علاش. رغم ان التذكر ديال بيروش كيكون قبيح ياك خويا. المهم غنمشيو نشوفو الفراخ. اهوا عطامات جاي معنا الاخ ايوب. حنا قررنا دابا باش ايوب عنده واحد التذكر ديال الزيبرا وبغى يجوجو، وقال لك علاش لا ما تجيبش ليه كيبان ليه شي مول الموطور ديز محلي باش نتسرى، ما بقاش كيعرف من هو الصالح ولا هو الطالح. ممكن ما كتشوفوا غادي الدراري هادشي كامل باش نجوجو الذكر ديال الزابره اللي عاد ايوب. ايوب قول لي الذكر ديال الزابره اش غتجيب لي من شوا زعما؟ صفه احلامه تكون بيضاء، تكون بيضاء رجليها زرقين. المهم دابا كيف ما كتشوفوا دابا قال لك عنده حريم السلطان ولا لا، ودابا عنده ديجا هذيك النشوه الذكر، عنده نشوه اخرى وبغى يزيد يشري لي نشوه ثانيه باش يتزوجوا. خويا كي داير؟ بخير صحه، غادي نجوجو واحد الفرخ ان شاء الله. دري صاحبي خدام في طاكسي بيضا الله عمراته. المهم قال لك بغى يعاود ياخذ ليها واحد الجوجه، وحنا غنشوفوا هاد الجوجه كي غتطلع. خويا عبد الصمد كيدوي مشغول، اش بان لك انت في الطريقه اللي بغى يتزوج الاخ، بغى يتزوج جوج نشواش؟ هو حر يدير التجربه اللي بغاها. لا زعما تذكر رمضان هذا زعما حريم السلطان، حريم السلطان. غنمشيو ونمشيو نشوفوا هاد الشيء هذا ونعرفوا ونشوفوا الذكر اللي بغى يعزل لي كيفاش غادي يطلع. حنا غنشوفوا الخوش. المهم مشينا باش نشوفوا ليه نشيوه، ما لقيناش ليه نشيوه هنا. خاب امله. ما كتشوفوا هادو ليزانس، نوريوكم هادو ديزين ديزين، هذا سميتهم ليزانس فراغ. وهادو بيروش كما كتشوفوا كاين هنا لوين صفر لوين ابيض، هذا بحال اللي عندي عاد ما خطرش هو زوين ومخلبنا لي على نشوه ما لقيناهاش هنا. شفتك ايوب خاب الامل ديالك وما لقيناش تكنشوه. ها غيتزوج؟ ما غيتزوج، غيبقى بايع. شنو غدير في هاد الحالة هادي؟ خليني النشوة ديالي، النشوة ديالها. المهم ما لقيناش فيه نشوة. ايوب خويا شكون كيفاش ما لقيناش فيه نشوة دابا؟ اش غدير مع داك الذكر؟ غنخليوه مؤقتا. مؤقتا شغل المهم بما سالة شاد الزمان. في رمضان ما لقيناش. المهم عندنا ما نديرو، واحد صامت شي يقلب على عبد الصمد كيشرح المول الفراخ. كتقول لي عبد الصمد؟ المهم خرجنا مع المول الفراخ، قلبنا على النشوه ما لقيناهاش. ايوب يسمح لينا، كانت صدمه شويه يلا خلينا وقافه. المهم باش يقدر شي حاجه تقول زينا وفتحه زرع. وانت اخويا عبد الصمد اش خديتي تما؟ الزريعه معنا المولوعين ديال الطيور. بالنسبه للناس باش تعرفوا واحد الفكره، بالنسبه للناس اللي يربيو الطيور خصهم يعرفوا عليهم واحد القضيه، تيكونوا الناس مسالمين وتيبغوا يدوزوا الوقت وشي ايفيتي وتيجمعوش، يعني تربيه الفراخ راه كيكونوا الناس شويه بعقلهم. المهم هادشي اللي ما لقينا ليه ميدار، ما لقينا ايوب جاد، اذا الذكر ديالو بغى يولي حريم السلطان ما عندنا ليه زهر. غنتسناو تيشوفوا الازمه ولا نقلبوا في شي سيت ديال البيع والشراء. نجوجو بنته، هذا هو البلان وهذا هو اللي كاين. بقيتي فيا اخ ايوب. عاود صامد شي سول الدري باغي ياخذ موطور. ها هو مشى عاود صامد. سيدا خاصو له.
كيسول فيه بغا ياخذ موطور. زيد اخاك عاش اخي بحالي تستعدنا لك بحال هكا. اجي عبد الصمد سولتي الدري اجي قول لنا الراي ديالك. اش قال لك شنو قال لك؟ شنو قال لك؟ ما فيها والو اصاحبي. اصاحبي انا كندوي مع الدري دابا عبد الصمد قال لك علاش مشيتي تصور شي وانا شي نسول الدري بالمعقول. شنو بالنسبه لك تبع عليك شنو هذا الشيء؟ عطينا الجواب. هذا تبع عليك. اها. وحريه مفرطه. اها. شي هذاك خونا ما غادي يصايق عاد دري صغير. عطينا الراي ديالك في هذا اللي غادي كان غادي يصايق دابا بهذه السرعه. قلت لك هذا تبع عليك وحريه مفرطه والواحد الا بغى يتفيلمي خاص تاخذ الاذن ديالو. الا في احنا ما كنفيلميو حتى واحد. هو ذاك الدري اللي فيلميتي. لا ما شديتش وجهي وصورتك انت يا كدير كتسول فيه. تصورني انا تخرجي الاذن ديالك. لاش انت الاذن ديالك كتشوف راسك شوف راسك هنا شوف راسك هنا انت شوف. انا اللي كيبان لي غادي يبقاو تيطيروا بالتليفون. ممكن والله شنو ممكن. غيكون داير شي 56 من الطريق فاري. اخويا اش غنقول؟ قربنا نودعوا عبد الصمد. تحكم شي داير شي داير عبد الصمد. كيفاش هذاك الخيش؟ شتي هذيك الوكاله اللي جبتو لي؟ شتي الخيش الزيت كيبان لي الفرخ كيبان لي الفرخ كيعرف طالع وكيزرج ليه. وانا نحيد وانا لقيت واحد بلاستيكه ماضيه ماضيه ترى انا وركعت عليه. شديت انا اللي ما بواحد الموس وندير له. هو كيبقى احساس ولا مجرد احساس؟ هو كثرة التماس تصيب الاحساس بالمساس. دابا بغيت نسولك عطينا واحد المعلومه على الفراخ. دابا انت محب الفراخ. انا دابا غتمشي دابا للدار انت كتبغي الفراخ دابا شنو؟ كنبغيش الفراخ اخويا. عطينا الراي ديالك. لا دابا شي مول الموطور طرق لينا هاد التليفون نبقاو نضحكوا عليه. ما عرفتش فين داركم عشيه؟ دابا سير تطلع معنا شي الفوق توصلنا شويه. المهم كلمه اخيره. كلمة أخيرة أخويا. هي كنسلم على خالتي في نيوزيلاند. أها ونشا أيوا؟ أنا المدام سويسرا. سويسرا. إيوا هادشي اللي كاين. واش المدام عندك سميتها سويسرا؟ لا ماشي سويسرا. المهم هذا هو البلان اللي كان. إن شاء الله والدراري الله يعاون.